السلام عليكم. انا عملوا التتمه الحاله اللي وقعت فوضى هارمه وقعت في داخل قدام وزاره التربيه الوطنيه. بالنسبه لنا حنايا ما خلوناش نتكلموا هنا باش كيدار الدغول، كيدار التخرويض من تحتها، داك اللي تحت عاد كيدار دابا هو كيتفجر، حاليا كيتفجر في الوقفات. المشكله ديالنا حنايا خصوصا هذا العبد الضعيف اللي قدامكم خدام في النيابة التعليم 18 سنة، هو اللي كيخدم النيابة التعليم. النيابة التعليم كيخرجنا للوجود، خرجنا كناضلوا كنكافحوا في 2011، خرجنا كنكافحوا على هاد الترقية ديالنا من 2011، حنايا كناضلوا كنكافحوا 2011. اسمح لي سير زيزا، ما كنتيش جيتينا معايا، ما كنتيش في الوقفه. اسمح لي مره، اسمح لي، انا كنت معاك، انا مساعد اداري، انا كاتب وطني ديال المساعدين، انا وقفت محمد وين انا هو المناضل والساحه وكتب دمي سنين هادي، وهذه معركه ديال المساعدين الاداريين والمناضل. المناضل ليس يكون استغلاليا ولا يكون انتهازيا ولا يكون انتهازيا. المناضلين هو فاتحة، ادخل الاعلام اسميتك ما معروفش، وتستغليتي المعركة ديال المساعد الاداري ويا وتشكى بيا من المستند داخل. هذا صافي جينا، هذا نوع من الاستغلال. واش كتشوفني باش تقول لي ما كتشوفش هنايا؟ انت عندك عقدة. انا كنشوف وكنشوف اللي بغيت وكنشوف المناضل وكنشوف الشبان اللي بغيت. انا نهضر اللي بغيت ونقول اللي بغيت هنا. انا نقول اللي بغيت ونهضر اللي بغيت، فهمتيني؟ مستغلين، فهمتيني؟ حنايا ما تغلوش شي حاجة، حنايا ما كتغلو والو، حنا كاملين خدامين. لا كتستغلو، كاملين خدامين وداخل كتستغلوا انتم ثلاثه. حنايا كاملين خدامين في الوزاره التربيه الوطنيه، كتستغلوا خدامين في الوزاره والراس ديالها موسى بن موسى، شاكيب بن موسى المساعد. حنايا راس حلك اوليدي، راك ما عارف الراس ديالو الوزير بن موسى. ايوا الوزير هو اللي غيجيب لي حقي. لا النضال اللي عمل الشواهد، واللي عمل الشواهد غيظهروا شكون اللي عمل الشواهد. كيفاش عملتو النضال اللي غيجيب لك حقك؟ كيفاش عملتو الشواهد؟ كيفاش عملتو لهم الشواهد؟ كيفاش عملتو لهم؟ اقول الشواهد كيفاش عملتو لهم؟ هاتي انتهازيه ولا انتهازيه؟ انا عيدار، كلشي عيدار، كلشي عيدار، دابا عيدار كلشي. اتاي انا خدام في الاداره وعاد انا مساعد اداري. اتاي انا صافي، اتاي انا مساعد اداري. علاش انت مساعد تقني؟ وعلاش ما عطيتنيش الشهاده؟ وعلاش ما عطيتونيش انا الشهاده؟ عصابه الشركات، الوزاره هي اللي خوصت الشركات، عملت النظافه وعملت الشركه، هي اللي كتقول لك هودنا الباب. ما عقد ما دارشاشي، ما عرفاشي شني واقع في الدنيا، فهمتيني؟ ما عرفاشي واش هي في الوزاره ولا شي ما. لما نتابعها ملي عاد تقول لي انا الباب، هي ما عرفاش القوانين اللي خرجت جديده وتنفذت في الارضيه. هادشي هذا ظلم وحلف على زي المساعد التقنيين. عليكم تواجدوا اليوم امام وزاره التربيه الوطنيه. حنايا متواجدين من ايام 2011 للتغيير، ملي وقع التغيير وحنا كنحضروا باللافتات، وديك شي موثق ماشي بلا الله ضرب بلا 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 موثق. وتلفتات اللي عقنا اللي كنا كنحضروا جهويا ومحليا ووطنيا، كل شيء كاين وموثق، كل شيء موثق. اما هذه الحاله اللي حنا سكوتنا واحد الفتره
سكتنا باش نشوفوا التلاعبات، حنا كنا حاسين بها، كنا عارفين بها التلاعبات. ملي وصلت صافي عدلوا لهم المواطع ديالهم، راه هو في كاين، حنايا مهمشين دابا مقصيين. الحاله وصلت العلامه لا هي ما هي عليه دابا، ما بغاوش ندخلوا معاهم دابا زعما. وحنايا ملي كنا كنحلوا حنايا الا في تد المساعد التقني الاداري ما كان حتى واحد فيهم هنايا. كانوا ناس كتجي من مراكش وكتجي كتجي من العيون، كتجي ثلاثه كيران عامرين العيون ومن مراكش والتصويره وكذا. الا دابا ولكن الفئه هذه الفئه كبيره، فيها الناس وسط القوى المسلحه، فيها الناس البوليس، الناس بمصالح اخرى. كاين الناس اللي المصالح ديالهم جمعوها، ما بقاتش تبع وزارة التربية الوطنية ولا تبع جهة أخرى، هما اللي استفدوا، حنا باقي ما استفدناش، باقا الوزارة ديالنا باقا ما جمعت ديالها، باقا حنا التخبطات. هذا هو الحالة باش عرفوا الحالة عليها دابا اللي كاينة دابا عليها، وأنا كنتحمل المسؤولية ديالي، وعندي الأوراق، عندي كل شيء موثق. أنا كاتب إقليميين مساعدين تقنيين والإداريين، وحنا من 2014 كنناضلوا من أجل، أنت كتشوف اللافتة ديالنا فيها المساعدين التقنيين والإداريين، وحنا عندنا مكتب واحد مساعدين تقنيين والإداريين، 2015 2016 كنطلبوا على الإدماج، حنا خدامين مع وزارة التربية الوطنية، ولكن كيقول لك أطر مشتركة في الواجبات، كيقول لك تجي تخدم مع وزارة التربية الوطنية. مي كتجي الحقوق يقول لك دير اوتو مشتركه بين الوزاره، لهذا كنطلبوا الوزير التربيه الوطنيه، يعني كنا ما كيحتاجناش يخرجنا من وزاره، مشوا لوزاره اخرى، ما عندناش مشكل حنايا، احنا كنطلبوا بالادماج ديالنا والترقيه ديالنا من السلم التاسع، نظرا لهذه الساعه لان 3000 درهم ما بقاتش كتعيش الاطفال واش يدي من الطيب واش يقري العواول ديالهم، لهذا كنطالبوا. انتم كتشوفوا اللافته ديالنا، احنا ما كنقصوا حتى شي واحد، عامل مساعدين تقنيين ومساعدين اداريين، وحنا كفئه نقابيه كنمثلوا المساعدين التقنيين والاداريين، ما كانوش كيجوا اليوم بداو كيجوا ما عرفها، حنا ما جرينا عليهم، ما قلنا حنا كنساندوهم، انا مسؤول عليهم، هذا كندافع كنحلوا المشاكل ديالهم اقليميا ولا جهويا، ودابا كنتفاجأ بهاد الناس هادو، ما عرف مين جاو، ما عرف فين كانوا وجاو. حنا الوزاره كتشهد على هذا 2016 2017 2018 كل شهر كانوا عندنا وقفات، هنا جات كورونا توقفنا، بدينا كنعملوا وقفات اقليميه جهويه واكتفينا بها. دابا من الساعه اللي بدات الوقفات ديك الساعه كنا كنقولوا بان يحلوا لنا الملف ديالنا، اذا بغى غير الناس احنا مستعدين نخدموا وزاره التربيه الوطنيه، ولكن الادماج ديالنا في وزاره التربيه الوطنيه. حنا مره اخرى قال لك فتحوا لنا الدرجه الجديده ما استفدناش، دابا قال لك حاد في السلم السابع، حنا في السلم السابع، حنا كنطلبوا حاد في السلم السابع كما كنطلبوا المساعدين التقنيين والاداريين، لهذا كنطلبوا من الوزاره تشوف الفئه هذه. والتحيه للاخوان جميعا، وحنا مازلنا في النضال، وحنا مستمرين كيف ما كنا في 2016 و2017 و2018، جات كورونا جات الظروف، عاوتاني جات المديرين عاوتاني وقفنا معاهم، حنا عندنا الباين ديالنا مفتوح، يعني كنوقفوا مع جميع الفئات المتضرره، وحنا اكثر واحد متضرره، وحنا حاضرين ديما هنا لا مع المديرين ولا المتعاقدين ولا مع الاساتذه، لذا كنطلبوا يحلوا لنا المشكل ديالنا في اقرب وقت كما وعد الوزير السابق في قبه البرنامج، قال باش يحل هذا المشكل ديالنا، هو عارف بان هاد المساعدين التقنيين كيخدموا الحراسه العامه ومقتصدين ومكتبه، لهذا كنطلبوا منهم الادماج ديالنا في النظام الاساسي والترقيه السلم التاسع كما وعد السيد الوزير في قبه البرنامج. تحيه شكرا. لا تنسوش تتابعونا في قناة اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصية الجرس باش يوصلكم كل جديد، ديروا شير الفيديو وبارتجوا الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.